حته كده، هي دي المشكله. حضرتك عارفه لما يبقى عندك ايه، انت عايزه توصلي وجهه نظرك لحد وانت متاكده ان هو فاهمها، يعني انت عارف انا عايز اقول لك ايه، بس انت عامل نفسك مش فاهم. تمام، انا مدرك كل الكلام ده، بس ممكن حضرتك بس انت عارف انت كويس، يعني الاخوان المسلمين مثلا في مصر او حزب الاغلبيه الكتله دي، هم عارفين كويس جدا هي المشاكل فين، يعني هم عارفين الاداء امتى بيبقى صح وامتى بيبقى غلط، لان دول ناس عندهم خبره سياسيه كبيره وفاهمين كويس وقادرين يفهموا، وكانوا شركاء حلم كويس. السؤال البسيط جدا يعني بجد، وده سؤال احيانا بيبقى موضوعي ومنطقي وبدون اي تحامل، الناس دي ما تغلطش، يعني انتوا حضراتكم تحركوا عايز تقنعني ان انتوا في سنه ده الثوره غلطت، يعني الثوار المد الثوري الحركه الثوريه دي غلطت، في قرارات واضحه جدا وفي مواقف واضحه جدا، الثوار نفسهم اللي هم الاكثر تشددا والاكثر يعني في 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 الناحيه الثانيه تماما بيقولوا بيعترفوا ان والله كان ده قرار غير موفق، بالمناسبه كان من اول القرارات غير موفقه اللي حضرتك بتتكلمي عليه، الانسحاب مبكرا من ميدان التحرير، احنا اللي روحنا وعدم وجود تكتل سياسي وعدم وجود قياده وعدم وجود وان الانتخابات اللي فاتت ما افرزتش الثوار اللي كانوا في ميدان التحرير بشكلهم الحقيقي، و ده بيتقال الناس بتقوله عادي ما فيش حرج من ده، فحضرتك بتغلط لما حضرتك اسست الجمعيه التاسيسيه، حضرتك غلط، يعني ده شيء مش محتاج، وحضرتك عارف ان انت غلطت وعارف ان انا عارف ان انت غلطت، طب احنا بنمثل على بعض ليه؟ ليه بتنزل لي على الفيسبوك وتطلع في التلفزيونات تقول لي ازاي ده في 52% ما لهمش علاقه ومستقلين، مستقلين ايه حضرتك؟ حضرتك عارف ان هم مش مستقلين.